خلينا نروح لمظهر تاني من مظاهر الشهر الكريم اللي بيكون فيه رواج في عدد من السلع المرتبطة بهذا الشهر، وخصوصا التمر أو البلح اللي بيكون عليه إقبال كبير، وده بتوفر منه في أسواقنا المصرية أنواع كتيرة جدا بأسماء كتيرة جدا. لطيف بقى إن أصحاب محلات التمور بقوا بقالهم فترة يطلقوا على أنواع البلح أسامي نجوم الفن والكورة، يعني نوع من أنواع الترويج أو نوع من أنواع التسويق للمنتج بتاعهم، وده بنلاقيه في أسواق كتير. خلينا دلوقتي نشوف أسواق ومحلات التمور في أسوان والإقبال عليها عامل إزاي، وإيه اللي بيميز السنة دي عن السنة اللي فاتت. في بلح بلدي وبلح سكوتي، بلح برتمودة، بلح ملكابي طبعا، والإقبال أكتر حاجة السكوتي. ليه؟ هو اللي طبعا العم بيبقى حلو يعني. وبعد كده في الجنديلة وفي الشمية، وأسعارها بتتراوح يعني بين 30 ل 50، وأسعارها يعني ما زادتش كتير يعني، لأن هي طبعا إنتاج محلي وكدوت، وعندنا اكتفاء ذاتي منها، وبنودي طبعا لبحري وكده هوت من أسوان طبعا عشان فيها، والبلح طبعا عشان بيحب الجو الجاف، ويكون جو جاف وجو حار، فبنتج بلح أحسن يعني وكده. أنا بشتري بلح ملكابي لأن البلحة حلوة، بحطها في الحليب بعد الفطار بتبقى حاجة كويسة، وبرضو بعد العشاء والأولاد بيحب يفطروا ويأكلوا منها، وحاجة جميلة يعني، بسم الله ما شاء الله. باجي أخد حاجة في رمضان وبهدي حبايبي وقرايبي، فباخد حدود 10 كيلو سكوتي و2 كيلو أو 3 كيلو من الكابي البيتي، وأسعارهم ممتازة وحاجتهم نظيفة إن شاء الله. البلح السكوتي عندهم ب30 ومن الكابي عندهم ب50 وحاجتهم ممتازة. ملكابي وبرتمودة وسكوتي وعينات وبلدي جميع الأنواع، والأسعار تبدأ من 20 ل60. شرفت أسوان هنا، وأسوان مشهورة في البلح هنا، وإحنا اللي بنوزع بقى للقاهرة واسكندرية. ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.